سلام مني لكم مضمونه المحبة والمعزة والتقدير لأهل ديرتي وأهل الوطن العربي. اليوم قهوتي محمصة شوية بزيادة. المتعارف عليه في كل المجتمعات أن كل شخص يسلك سلوك معين أو يتصرف تصرف معين من مبدأ تربية متربيها أو أخلاق مكتسبها فيترجمها بأفعاله. اللي مو متعارف عليه أن الشخص اللي مؤمن بمبدأ معين أو بأخلاق معينة وتصرفه ويسلكه في حياته اليومية يسوي نقيضة بس في مكان ثاني. يدش المسجد يصلي بجلابية البيت وثوب يده قصيرة، ما اختلفنا على كيفه، حرية الشخصية. بيطلع من المسجد يشوف رفيجه يقول له فلان واللي سلمك ما شفتك من زمان، تفضل اشرب قهوة في بيتي. قال له لا السموحة ما لابس عدل. معقول؟ الحين انت في بيت من بيوت الله داش بثياب البيت واستباحيته واستنكرته على نفسك حق رفيجك؟ شنو المبدأ اللي انت مؤمن به وقاعد تترجمه في أفعالك؟ ما عندي تفسير، ما عندي تفسير وما عندي جواب له. تروح هي بلاد برع توقف في الطابور مبتسمة ولا تعترض، وليه وصلت ليه الموظفة وطلبت خدمتها. عندنا في الطابور من توقفين تتحلطمين وتتحندين، وليه وصلتي قلتي وين المسؤول بشتكي عليكم انتوا عطلتوني. ليش الطابور حطينا نحوسه لك؟ لو الطابور صاير بروحه من كثر الزحمة. هل معقول هذه الشخصية نفس ذي التصرف بس في بلد برا النفس هينة وفي بلدنا نفسك وصلة لخشمك؟ ما معقول هذا التصرف اللي يصير شخصين في شخص واحد؟ ما أعرف ليش حتى عندنا في المطاعم يروحون مطاعم برا قمة الاتيكيت والبروتوكول، تقول دارسة في مدرسة متخصصة حق البروتوكول في الكلام في الأخلاق في التصرف في الصوت في الأكل، وعندنا هني صوتك يلعلع في المطعم وضحكتك ترن، كل اللي في المطعم يسمع ضحكتك وكأنه ما حد في المطعم إلا أنتي، لدرجة ما تقدرين تقولون هذا الشخص نفسه ذي الشخص في العرس توقف في نص طابور البوفيه وتعطل السيدين وتصور وتاخذ الصحن وتترسه من كل الأكل بكل دفاشة وبحامة وتقول بتاكله كله، ما بتاكله بس العين ما تشبع. ليش هذه الازدواجية؟ ليش هذه التناقض؟ ترى السنع والذرابة ما يتقسمون، ما يصيرون في مكان ومكان ما يصير. لا، السنع والذرابة في كل مكان. السنع والذرابة اتيي من إيماني بأخلاقي، من إيماني بتربيتي اللي ربوني عليها وعلموني، فأكون سنع وذرب في بيتي في حجرتي في البنك مع ربعي برع الديرة في الطابور، سنع وذرابة واحدة ما يتغيرون ولا يتقسمون. الشاب أو الرجل يسافر برع يتبع قوانين السياقة تقول بيحصل شهادة تقدير وأحسن من أهل الديرة، يوقف عند الإشارة الخضراء وما يتحرك إلا ليتأكد ولعت، وإحنا يمشي عند الإشارة الحمراء خطوط المشاة يوقف وينتظر اللي بيمشي من بداية الشارع لنهايته، عندنا يمشي النص ويزرق ويروح. المواقف يوقف في موقف واحد والمحدد له، عندنا ياخذ موقفين، وإذا زادت قلة الذوق والذرابة خذ مواقف ذو الاحتياجات الخاصة. ولي وقفته قلت له فلان لو سمحت انت تاخذ موقفين، قال يا شوف غيري. هذه منطق؟ انت ايش مؤمن به؟ مؤمن بالذرابة لو قلة الذرابة؟ أو لا أخاف تتشمخ سيارتي؟ بتتشمخ من دعاوي الناس لأن أنت سببت زحمة حق الناس وخذت موقفين. يوقف عند المدرسة بياخذ ولده، يوقف عند البرادة بيشتري أقراضه، أو عند راعي الشاورما في الشارع الرئيسي ياخذ نصه ويقعد ولا عليه من الزحمة، ويصير السيد وران سيد سيد واحد علشان يقضي حوشته، واللي ضربوا له هرن قال خير شصاير صبرة وبقضي حوشتي.
ياه تقضي حوشتك على اذيه خلق الله؟ شال الازدواجيه والتناقض؟ شال قله الذرابه تاخذ ولدك وتعطل السيد وتعطل الناس ومصالحه؟ يعني انا اللي مستغربته، ليش هناك في بلاد برا نحترم كل القوانين ونخاف من العقوبات، وفي ديرتنا لا نحترم القوانين ولا نخاف العقوبات، وفوقها نفوشر ونستعرض؟ ترى أنا أتبع السرعة اللي تعجبني وفي كل مكان، في بلاد برا يتبع السرعة اللي محددة، في الشارع غير وفي المجمع غير وفي الداعوس غير، لكن هني يتبع سرعة واحدة شاخطها في كل شارع، يم مدرسة يم براد، ما عليه ما يهمه. ترى السنع والذرابة ما يتجزأ يا ناس، والإنسان المتسنع والذر واللي عنده سلوكيات محترم نفسه فيها، حتى ساعات في وضع يكون في قلة الذرابة أهو يفرض سنعه، يفرض أخلاقه، يفرض مبدأ اللي مؤمن به، ما يغيره. الحين احنا ما عرفتونه هل انت ذرب او مو بذرب، اذا ذرب ومحترم بتقبلك على ان انت انسان ذرب، لكن انسان مو بذرب ومو محترم ببتعد عنك وبقول والله ذي الانسان عنده حريه شخصيه وعنده مبادئ يضر فيها نفسه، ما يضرني انا ولا يضر الناس. لكن هالازدواجيه وهالتقسم على حسب المكان، هذه اللي مو مقبول عندنا في مجتمعنا ولا متعلمين عليه، هذه الصراحة. وهالازدواجية وهالتناقض موجودة حتى في البيت، يعني أخته لو تعطل سيارتها وتتصل فيه وتقول له مثلا والله سيارتي تعطلت أو عندي بنشر، عاد هالحزة توني قايم من النوم أنا ما أقدر، شوفي لك أحد، اتصلي في ولد خالتك، شوفي أي مكان أي شركة تسوي لك، وين الشهامة والرجولة؟ هذه مو بختك وعرضك، ليش تخليها واقفة في الشارع وتنطر أي حد يساعدها؟ في النقيض بالضبط خلي يتصل فيه رفيجة ويقول له فلان بول فلان أنا سيارتي في الفورمولا 1 ومبنشرة، قال لعيوني تيك لو أنت في المريخ أنا رايح لك، ويروح ويصالحه علشان يبين هو الزين، هو الحليو، هو المثالي، هو اللي يعتمد عليه وقت الضيج، لكن أخته أبدا مو بمهمة، عرضه مو مهم يوقف في الشارع أو أي شخص يوقف يساعدها، المهم هو بين زين. نفس الشيء حق والدته، خل تطلب والدته منه أي طلب يقضي لها إياه، إذا قضى لها إياه أول يتحلطم ويعترض وليش أنا أسويه وخلي باكر وخلي عقب باكر وش بصير وش بنخسر إذا أجلنا، لكن خلي طلبه أحد من أصدقائه أول واحد هو دق السدر. ليش ذي التناقض؟ هل أنت تخاف من ردة فعل الناس المحرجة لك؟ أي الخاف في نفسك، في أهلك، في تصرفاتك معاهم، وعقب خاف الناس. وفي النهاية استودعتكم الله ويحفظكم الرحمن، يا أذرب شعب عرفته في الدنيا. مع السلامة.